إذا لا مازالين الله ودي شكرا جزيلا والله شرفتونا بحضور العرض إذا لنبدأ في المداخلات. تفضلوا الحضور الكريم عفاكم تفضلوا بالجلوس باش نعطيو أول تدخل. الأستاذ جواد العراقي المرجو اللي خدا الكلمة يعرف بالصفة ديالو الاسم والصفة، والمداخلة غادي تعذروني المداخلة غتكون في حدود 3 دقائق إلا سمحتوا. شكرا. تفضل الأستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. جواد العراقي مستشار في القانون قانون الأعمال بصفة خاصة، نائب برلماني سابق في الولاية العاشرة. إذا شكرا جزيلا للمجموعة النيابية وللأساتذة المتدخلين في هذا اللقاء. 3 دقائق يعني قليلة باش نعبر على الملاحظات ديالي كلها، لهذا سأختصرها في ما أراه الأهم. يعني أنا لما جيت اللقاء كان في مخيلتي بأنني سوف أنبه إلى مبدأ المساس بالقضاء المتخصص، خصوصا من خلال المواد 36 37 38 و39 التي أحدثت يعني هذه الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري وفي القضاء الإداري كذلك. لكن مداخلة الأستاذ النقيب الشهبي يعني جعلتني أقبل المبدأ، لأنه فعلا أعطى أمثلة لي موضوعية جدا ويجب أخذها بعين الاعتبار، إلا أنه هو يعني كان نسبيا في كلامه لما يعني قال أن يجب أن يعني يقف الأمر عند بعض الحالات وبعض القضايا. بالرجوع للنص هذا ديال مثلا المادة 35، يعني إذا قرأناها قراءة متأنية فنجد أنه يعني كتعطي كل شيء كتعطي، ما كنتسأل شنو هي القضايا التي استثنيت. لا يستثنى شيء. كتكلم على الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والعقود التجارية كنعرفوها كبيرة ومتنوعة وفيها من هو يعني له أهمية قصوى، وكتدعي على الدعاوى التي تنشأ بين التجار المتعلقة بالأنشطة التجارية، الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية وهكذا دواليك، والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وما أدرك ما الأصول التجارية. أنا شخصيا من خلال الممارسة ديالي يعني 50 سنة ديال الممارسة نقدر نقول على أنه العقود ديال المنصبة على العقود على الأصول التجارية هي من أعقد ما هو موجود، لأنه مثلا عقد ديال تفويت أصل تجاري يسائل أطراف متعددة، منها من هو ظاهر ومنها من هو خفي، يعني الأغيار أصحاب الحقوق كالأبناك كالعمال كالمتعاملين مع الأصل التجاري، يعني هذا متى وكيف يتولد الأصل التجاري، متى ينقضي الأصل التجاري، هذه مسائل كبيرة جدا. بالتالي إلا القاضي المتخصص في تقديري هو الذي يمكن أن يباشر مثل هذه الأمور، ولهذا أختصر وأختم بهذا على أنه يجب وضع معايير لتدخل
القضاة يعني العاملين في هذه الأقسام التجارية والإدارية. شكرا. فبالأسف كنت مازال مع المقول ولكن ثلاثة. شكرا شكرا أستاذ. شكرا لكم. أعيد يعني الشكر لكل من يعني صبر معنا إلى هذا الوقت المتأخر. وأعذرونا داكشي علاش حددنا الوقت لأن الوقت لا يرحم. أستاذ عبد العزيز تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهلي وصحبي أجمعين. شكرا للمجموعة النيابية لعدالة والتنمية وللتاريخ وشهادة الله ولا يشكر الناس لا يشكر الله. سبق لنا كمهنة مفوض قضائي السماح قبل ما نشهد الشهادة ديالي عبد العزيز فوقني مفوض قضائي بالدار البيضاء رئيس سابق للهيئة الوطنية رئيس سابق للمجلس الدار البيضاء نائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للمفوض القضائيين سابقا حاليا مؤسس ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمفوض القضائيين خبير دولي في مادة تكوين المفوض القضائيين بشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط. شهادة ديالي أنه عند تعديل القانون من ضمن المفوض القضائي سنة 2008 جينا هنا البرلمان باش نجتمع مع الفرق البرلمانية خلفت وعدة إلا كان يترأس آنذاك الأستاذ الرميد الوحيدة التي استجاب ماشي غير استقبلتنا استجابت حتى من الطلبات ديالنا طلبات ديالنا ومقترحات ديالنا أثناء الدفاع عن هذا القانون. ندخل مباشره الى ثلاث دقائق من باب الديمقراطيه اللي قال الاستاذ عبد الله بونو غادي نزيد راسي دقيقه. بونو لا راك يعرف يحبس راك يعرف حتى هذا اللقاء راه عرف كيفاش يحبسوا لانه كان بالاحرى وزاره العدل تنظموا. راه كاين ما يتقال هذا الكلام دابا ضيع لي من الوقت ديالي. اذا نمشيو مباشره مشروع قانون المسطرة المدنيه فيه إيجابيات وأنا لن أدخل إلى من غير التخصص ديالي ألا وهو التبليغ والتنفيذ كما عشته في المغرب ومتجربتي ديال 34 سنة كممارس المهنة رفقة سيدي رئيس الهيئة الوطنية من الأفواج الأولى. لم أرى عدة مقتضيات نتكلم عن التحديث في مشروع قانون المسطرة المدنية ولم أجد أي تحديد عنده مرجعية دولية في التبليغ والتنفيذ وفي قاضي التنفيذ أولا. ثانيا أنه هناك تعديل وليس هناك تحديث وأنه سمعت من أستاذي الأستاذ أوديجا هذا المشروع مر بربعين مرحلة يعني بربعين مرة وكيتعاود. علاش هذه سياسة اللي يمكن أنا نقولها لأننا في قبة برلمانية تتبعوا إلى أحزاب سياسية إذا الخطاب السياسي لابد أن يوجه وما كانت حاسبه سهل. علاش ما كانش يكون واحد تعديل مجزأ للكوارث التي نعيشها أزمة التبليغ والتنفيذ ما صبحت كارثة ولا تسونامي. علاش ما تعدلاتش؟ لماذا لم يتم خلق مدولة التبليغ والتنفيذ مستقلة عن قانون المسطرة المدنية؟ غادي نمشيو للموضوع ديال مشروع قانون المسطرة المدنية. أنا أطالب بالتشطيب على الحاز لدى الغير البنود ديالو كلها ويحل محله الاشعار الحائز الاشعار الغير الحائز لاتيديو بحال المؤسسات العموميه لان الدوله خصها تتقاضى بحالها بحال الافراد في الماده المدنيه والتجاريه والاداريه اللي عندو سنه تنفيذي نهائي يعني يمشي تحصل على الفلوس. هذا داروا المغرب محقها الدوله واقتبسوا من فرنسا بالتعديل ديال قانون المسطرة المدنية 1991 وخلاو عموم الشركات والخواص انهم يتخابطوا في حاز لدى الغير وباقي اليوم. ثانيا هنا كنجيو وربطوه ما داروش الحاز لدى الغير ما ردوش لاتيديول اشعار الغير الحائز او كما يسميه التونسيين بالحاز التخصيصي او بالفرنسيه لا سيزي اتريبيسيون وجاو ضافوا هنا عطاو واحد الشرعيه بطريقه اخرى اللي مشروع للميزانيه الدوله. أشنا هي لا تقبل الحاجة أموال وممتلكات الدولة والجامعة التراب جمعتها هذا غير ديمقراطي هذا يمس بحقوق الإنسان في المغرب.
وحده هذه مسائل انا غادي نضيف فيها. اذا انا غنمشيك نقطه نقطه. مصر الحزله ديال الغير يجب التراجع على لا بغينا نكونوا دوله ديمقراطيه نساويو الدوله مع اشخاص القانون العام والخاص. كاين مسائل اخرى هذاك الشيء نخليه للسياسيين. حول شهاده التسليم انا عندي 60 سنه دابا شحال عمري وغتعيش معايا وغتمشي معايا للقبر كيفاش شهاده التسليم؟ ما كاينش في نظام عالمي شهاده التسليم اللي كتعمر الدوله ونعمرها انا مهنه حره. اذا خص تعوض كما قال سيدي الرئيس بمحضر يسيد على الاطراف. انا اقترح انك تسلم لنا هذا الله يجزيك بخير المقترحات مكتوبه لان الوقت لا يسمح الامور التقرير اللي غيتكون سيدي الرئيس. الله يجزيك بخير شكرا لك على المداخلات كثيره. كاينه مساله جد مهمه اللي هي عدم التراب. الله يجزيك بخير. هذه النقطه الاخرانيه جوج نقيطات زوينين. لا غير وحده وحده. وانت ظريفه تخلي الله يجزيك بخير ما ظريفاش. عدم التراب عدم التراتبيه في الحز. ما كنجيو كنمشيو نحزوا الدار ديال السيد. ما كنبداوش مثلا بالتراتبيه سياره كونت كذا ونخليو الدار مقر استقرار. ما كاين تفصيل ثانية يعني. مسطره البيع الرضائي للمنقولات كنبيعوا في ديور الناس وسط الشركات خص يكون بالاذن ديالو ماشي نبيعوا له في عين المكان ونديروا البيع الرضائي. انت يا بغيتي تبيع كنعطيك نقول لك يلاه جيب لي المنفذ عليه لوفر ديالك ونعطيه لطالب التنفيذ ولا قبلوا مرحبا ما قبلوش غادي نمشيو مسير. شكرا. ثانيا ما خصهاش يبقى تباع البيع. انا كنطالب الحزب وكنطالب البرلمان باش يعدل هذه المساله بانه البوعاده في قاعه البوعات وليس بعين المكان. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ الغالمي مصطفى. صفة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة خالصة وكل الشكر الجزيل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية. معكم الأستاذ الغالمي مصطفى مفوض قضائي مدينة الدار البيضاء ونائب رئيس المجلس الجهوي المفوض القضائي مدينة الدار البيضاء. بداية أود أن أشكر الجميع على رحابة الصدر وفتح المجال لنقاش مشروع قانون المسطرة المدنية وهو الدينامو والمحرك لآليات القانونية والعمل. أنا هنا لدي مداخلتين حرصا يعني نقطتين أريد أن أضيفهما فقط وهو نقل صورة استيائية من السادة المفوضين القضائيين في انتظار هذا المشروع. النقطة الأولى تتعلق بالازدواجية فكيف يعقل بأن المفوض القضائي لا زال لحد الساعة يعمل جنبا إلى جنب مع كتابة الضبط في حين أنه يجب أن نفصل في هذه النقطة. النقطة الثانية وهي إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ. هذه المؤسسة لقد تم إرهاقها وتحميلها في نظرنا ما لا تطيقه ويمكن أن يعرقل العمل وسير طبيعة عمل التقاضي. وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا شكرا على احترام الأستاذ ربيع الكحلي. السيد رئيس المجموعة النيابية الدكتور بزار وديجة السيد النقيب السادة الدكاترة والسادة الأساتذة كل واحد باسمه. ربيع الكحلي مفوض قضائي عضو المجلس الجهوي استئنافية الرباط. أتحدث بسرعة حول يعني مبدأ هذا المبدأ خصنا واحد المبدأ يكون متماثل في جميع ما يخص التبليغ والتنفيذ بخصوص المكلف بالتبليغ أو مكلف بالتنفيذ. المادة 83 كتنص على أن الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين ويمكن للمحكمة أن تستعين بكتاب الضبط. ولكن كننتقلوا إلى المادة 476 كنلقاو في الفقرة الثانية يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط ويمكن أو بواسطة أحد المفوضين القضائيين. وبالتالي هذه الازدواجية خاص يكون عندنا واحد المبدأ واحد. علاش بنينا يعني هذه المسألة ديال التبليغ والتنفيذ يكون مماثل. والمهنة كما تفضل السيد الرئيس والسيد الرئيس فوقني بأنها عرفت تطور وعرفت يعني نجاح والإدارات العمومية تشهد بذلك وعلى رأسها إدارة الضرائب فيما يخص التبليغات والتنفيذات ديالهم. هما ما عندهمش تراكم وما عندهمش إشكاليات يعني 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 في تصريف الإجراءات. المادة 85 كتعلق على شهادة التسليم البيانات التي تتضمنها شهادة التسليم.
بصرف النظر على هذه شهادة التسليم واش نبقاو نستخدموها اللي هي كانت اصلا وثيقه من وثائق ديال الموظفين ديال المحاكم، ثم شنو هي الحجيه ديالها؟ واش وثيقه رسميه؟ واش يعني القرارات ديال محكمه النقد كانت متضاربه في هذا الشان؟ يعني خصنا احنا يعني هذوك القرارات ولا هذوك الاشكاليات خصنا نتجاوزوها وننتقلوا الى محضر ديال التبليغ، محضر التبليغ كما يتم في الاجراءات ديال تحصيل يعني الديون العموميه، بالاضافه الى خطوره الالزام بتحديد الاوصاف. هذا مساله خطيره جدا وغادي تسلق لنا مشاكل، وغادي نحطوا المكلفين بالتبليغ يعني هاد يعني هاد المهنيين غنحطوهم في واحد الوضع اللي هو غيخلق مشاكل كثيره جدا. فلماذا لا يتم الالزام بالبطاقه الوطنيه؟ فعمليا كنحطوا المفوض القضائي اللي تدخل في بدايه كلمه السيد الوزير اول ما تحدث على هذا الموضوع قال بان التبليغ هو المصيبه يعني ديال تصريف اجراءات المحاكم. وبالتالي ماذا نضع المفوض القضائي في واحد الوضعيه اللي هي ضعيفه؟ نتلقى التصريحات ديال المبلغ اليهم وبين قوسين نكون واش يكذب علينا واش ما كيكذبش، واش يقول شي صرح بالاسم ديالو وما كيصرحش، خاصو يكون ملزما بالاداء بالبطاقه الوطنيه. وتكون في نصوص اخرى يترتب الاثر على عدم الاداء بالبطاقه الوطنيه، لان المفوض القضائي عندما ينتقل فهو ينتقل يمثل المحكمه ولا يمثل يعني الاجراءات ديالو. واخيرا الماده 86 اللي كتشير الى الالصاق او الصاق الاشعار، هذا الاشعار ما فيهش البيانات غير محدده، وبالتالي يجب يعني يكون واحد التماثل، يكون واحد المبدا ديال المساواه امام القضاء، لا المواطنين ولا الدوله. الدوله حمات المصالح ديالها، حماتها في اطار اجراءات ديال تحصيل الديون العموميه، فكذلك فيما يخص يعني الصاق الاشعار خاصو يكون مجرد الاستدعاء ويرتب الاثار. شكرا الاستاذ الكريم. الاستاذ محمد سكام. شكرا سيد الرئيس. محمد سكام، استاذ التعليم العالي من كليه الحقوق بالدار البيضاء عين السبع ومحامي بهيئه الدار البيضاء. واحد النقطه اللي كان على الاجماع، وكنظن بانه اجماع ما فيه حتى شي استثناء، وهو المشاكل المرتبطه بعدم القبول. الا خدينا الاحصائيات، كنظن استاذ وديجاره تكلم على الاحصائيات، ما عمر كانت احصائيات نوعيه، كنقولوا المحكمه حكمت واحد العدد قدر الملفات، ولكن شحال ديال عدم القبول؟ هذا مشكل مطروح. هذا عدم القبول مساله خطيره جدا، اذا تعلق الامر بعدم القبول امام المرحله الابتدائيه يمكن اعاده الدعوه، ولكن خاصنا نخلصوا الواجبة القضائية. ولكن الواجبة القضائية إلا عاود تحكمك الثاني بعدم القبول خاصك تخلص ثاني الواجبة القضائية، في حين أن الرسم لا يؤدى إلا مرة واحدة. هنا غادي نطرق 215 قال لك فقط دعوى المتعلقة والأحكام الصادرة على المحكمة الإدارية هي الوحيدة اللي معفية من الواجبة القضائية في الاستئناف، مع أن التجارية والمدنية لا تعفى. شو الفرق بين إدارية وبين مدنية وبين تجارية؟ خصوصا إذا تعلق الأمر بالتعويض. فهاد 215 ضروري خصنا يكون فيه تصحيح، لأن الرسم أو الضريبة أو الواجبة لا تؤدى إلا مرة واحدة، وهذا مبدأ ماشي كوني. هذه مسألة. من اللي كيتعلق الامر بعدم قبول الطعن استئنافيا او امام محكمه النقد راه كيضيع الحق، ويقدر يضيع الحق شكلا غير مجرد ان الاسم ما تكتبش صحيح. ولهذا القاضي من اللي يعرض عليه الملف خاص يقول واش السيد عنده الحق ولا ما عندوش، عاد يشوف الشكل. حنا لا، الامر معكوس، القاضي كيشوفوا الشكل كاين ولا ما كاينش واخا عندك الحق. وهذه مساله خطيره جدا، وكتعرض حتى واحد المساله اللي مهمه جدا، وهي الماده الاولى اللي جات في المشروع، وهي ماده يعني جديده مهمه جدا.
تصار المحاكم على حسن سير العدالة بما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع. إذا احنا داكشي اللي قلتو بغيناه مشيو فيه. المحاكمة العادلة لا تريد أن يضيع الحق بسبب غير خطأ مطبعي. هنا الواضع المشروع، واضع المشروع محاكمة عادلة شنو هي؟ وشنو الحلول؟ إلا ما توقعش المقال نعيطو أجي السيد وقع. هادي راه القدد كيديروها بلا قانون، راه القدد كيديروها دابا بلا قانون. كيتصلوا دوك القدد اللي عندهم من الضمير كيتصلوا. ولكن هاد النسبة ديال المقالات والعرائض التي لا تكون موقعة، عطوني النسبة ديالها شحال؟ راه 0.0001%. عطيونا الإخلالات الشكلية بأكملها، جميع البيانات الشكلية. هنا غنرجع ل 77 و 216 و 377. 77 انحصر الدور الإيجابي ديال القاضي فقط في عدم توقيع المقال، في حين أن التصدير ديال المشروع كيقول لك يجب أن يكون للقاضي دور إيجابي. هادشي راه مكتوب في المشروع. ما معنى إيجابي؟ ابحث عن الحق لا تبحث عن الشكل، وهذا هو المفاد ديال ما يسمى بالشكلية العادلة والمفيدة. لأن المسطرة لماذا وضعت؟ وضعت للوصول إلى وليس للمسطرة في حد ذاتها. إذا الحل الذي اعتمده واضع المشروع 77 فقط القاضي لا يتدخل إلا عندما يكون المقال غير موقعا، ولا ما كانش موقع القاضي ما كيقول لك الفصل عند الاقتداء. ما معناه؟ يا يعني بقيتي فيه زعما كاين، أما لا ما باش يدخل، ما كاين حتى شي نص يلزمه بالتدخل حتى ولو تعلق الامر بشكلية متعلقه بالنظام العام. وهنا غادي يمشي الماده 11 الصفه والاهليه والمصلحه، راه من النظام العام. اش كيقول هنا الفصل؟ لا يمكن للمحكمه ان تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوه الا اذا انظر الطرف المعني بالصحيح المسطره. تخيل بها مزيان، ولكن هذا القاضي ها هو صدر حكم بعدم القبول وما نظرش الطرف ولو تعلق الامر بشكليه متعلقه بالنظام العام. شكرا. شنو الجزاء؟ كاين حتى جزاء على القاضي نهائيا. سير خلص الواجبه وعاود الدعوه من جديد. وصلنا للاستئناف دابا. استئناف. شكرا استاذ. لا غير دقيقه سيفو بلي. مرحبا. راه مصير ديال المتقاضين هذا. مرحبا. الاستئناف ما كاينش تصحيح المسطر ولو تعاود الدعوه من جديد، وخا تبغي تخلص الواجبه. مشارك الحق. الحق ضاع. وعاودتني شنو 216 كيقول؟ إذا كان المقال غير موقع أنظر القاضي، ولا ما نظرش القاضي وكان المقال فعلا غير موقع، شنو الجزاء؟ لا شيء. نوصلوا دابا النقد، النقد العارضة غير موقعة ينذر، ولكن لا قضاة محكمة النقد ما منظروش الطرف بتوقيع المقال. ولهذا أقول مسألة مهمة وراه الصياغه. الله يعطيكم الله يخليك. غير وغادي غادي ان شاء الله 30 سكوند سيفو بلي. مرحبا سيفو بلي 30 سكوند. راه 3 سنين وانا تابع هذا المشروع وهو دابا تابعني ومازال ان شاء الله غادي نستافدوا منك ان شاء الله في فرص قريبه. هاي المقترح الله يجازيكم بخير. هادشي راه كنديروا غير حين قلبنا كيوجعنا، فهمتي؟ راه من جوج وحنا هنايا قلبنا كيوجعنا وصافي، لا نريد لا جزاء ولا شكورا. الله يجازيك بخير. الله يكثر خيرك. واجب الشكر. الله يجزيك الله يكثر خيرك. الله يكثر خيركم. وانا كنشكركم على هذه المبادره. انا دابا المره الثانيه كنحضر، حضرت مع التقدم الاشتراكي اليوم على العداله والتنميه، وانا فرحان لانه النواب ديالنا في المستوى. هذه التعديل بالنسبه ل 77 المحكمه ديال الدرجه الاولى. لا يمكن لمحكمه الدرجه الاولى ان تصدر حكما بعدم قبول دعوه الا بعد انذار الطرف الذي ارتكب اخلالا شكليا بتصحيح المسطره. اللهم اذا تعلق الامر باخلال مسطري لا يمكن اصحاحه. ماشي تجيب لي الدعوه ما فيهاش الاهليه وتقول لي قبلها. في جميع الاحوال وعند رفع الدعوه من جديد تعفى هذه الاخيره من اداء اي رسم قضائي. يستفيد ايضا من هذا الاعفاء الطرف الذي يختار الطعن بالاستئناف
ضد الحكم الصادر على محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوة. بعض المرات ترجع القاضي يقول لك عاوتاني قضاء ولا أنا غادي نمشي نستانف، ولكن إلا بغيت نستانف أعفى من ما يعني التعديل ما قبل الأخير. بالنسبة للاستئناف في جميع الأحوال لا يمكن محكمة الاستئناف أن تصدر قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا إلا بعد إنذار الطرف المعني بالإخلال المستطري أو وكيله أو المحامي الذي ينوب عنه صحيح المستطرة داخل أجندة حد المحكمة اللهم إذا إلى آخره. كل قرار صادر عن محكمة الاستئناف خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة يمكن أن يكون موضوع الطعن بإعادة النظر أو بالنقد طبقا للشروط المستطرة الخاصة بكل طعن. هذا يعني مقترح إيجابي. وآخر مقترح وكنشكركم على الوقت، بالنسبة للنقد في جميع الأحوال إلى آخره إلى آخره، لا يمكن محكمة النقد أن تحكم بعدم قبول الطعن بالنقد شكلا. وكل قرار صادر عن محكمة النقد خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة يمكن أن يكون موضوع طعن بإعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 402 من هذا القانون. وشكرا لكم. شكرا جزيلا. وتنطلبوا من الأستاذ سكام أنه يسلمنا المذكرة ديال التعديلات. سلمت. شكرا جزيلا. الأستاذ مساوي. أستاذ مساوي. السيدة رئيسة الجلسة، السادة الحاضرين، عبد الكريم المساوي محامي بهيئة الرباط، عضو سابق بمجلس الهيئة وأستاذ زائر سابقا بكليتي الحقوق السويسي وسلة الجديدة في مادة المسطرة المدنية. درست واحد العدد من الأفواج ديال الماستر في هذه المادة ديال المسطرة المدنية. أود وضع بعض النقاط اللي هي عملية. المواد 8 و 9، المادة 8 يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تعرض الصلح عليهم. هذه المسألة ديال اللي جات بها المادة 8 ديال إمكانية عرض الصلح، والمادة 9 إمكانية دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الوساطة. هذه أنا كتبان لي بأنه مسألة فيها مضيعة للوقت، وغادي يكون فيها مضيعة لوقت التقاضي. التقاضي يجب أن يتميز بالسرعة والفعالية. إلا ما خديتش الحق ديالي في أسرع وقت ما ندير به. أنا إلا بغيت الوساطة وبغيت هذه الطرق الأخرى ديال الصلح غادي نمشي ليها بلا ما نمشي للمحكمة. تكونوا معكدين. ولكن باش ندخلوا المحكمة في هذا الإطار بأنها تجي تلقائيا وتفرض عليا أنا أنني نمشي نتصالح ولا نمشي ندير الوساطة، هذه مسألة غير مقبولة. هذا قضاء. حنا كنمشيو له كنلجؤوا له باش نحميو الحقوق ديالنا وباش نكتسبوا واحد الحق بواسطة مؤسسة دستورية. ما تفرضش عليا مسائل أخرى، ما تعطيوش هذه الإمكانية للقضاء نهائيا. مسألة أخرى جات في المادة 100. المادة 100 جات لنا واحد المسألة غريبة جدا. غريبة جدا ما قدرتش نستوعبها. إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة يستدعى لها الأطراف المتخلفون مع تنبيهه في نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر حضوريا تجاه جميع الأطراف. شنو معنيتها؟ هذا طرف استدعته المحكمة توصل طبقا للقانون وتخلف عن الحضور ومشي نعاودو الاستدعاء. شنو المبرر؟ قلعوني، واش كاين شي مبرر في هذه المسألة هذه؟ هذا توصل وتخلف. ما الداعي إلى إعادة الاستدعاء؟ شنو الهدف من وراء ذلك؟ لذلك أنا كنشوف هذه المسائل هذه ستؤدي إلى مضيعة الوقت. المسألة ديال التغريم في التقاضي بسوء نية، والتغريم بخصوص الدفع بعدم قبول. يا ودي راه فاش كيجي هذا المشروع وكيعطي للمحكمة أن تحكم تلقائيا، كيفاش تلقائيا؟ كي درتي ليها؟
انا لجأت لك، انا مظلوم في الحقوق ديالي، لجأت لك باش تحميني، باش تنصفني، ماشي باش تحكم عليا. هذا ضد المساله ديال المبدا ديال الحياد، حياد القضاء. انا عندي نزاع مع الخصم ديالي ماشي مع المحكمه. الخصم ديالي الا كنت سيء النيه في التقاضي، الا درت شي دفع اضر به، هو اللي خصو يقاضيني، هو اللي خصو يتابع لي في المحكمه، يطلب لي التعويضات، ماشي المحكمه. المحكمه تبقى بعيده، تبقى في القدسيه ديالها. هذا راه منبر العداله، ما يمكنش يخرج عن مبدا الحياد ويولي كيغرم هذا وكيغرم هذا، ما يمكنش. شكرا ممكنش. شكرا الاخ الجليل. الا سمحتوا الله يرضى عليك، عندي جوج نقاط بسرعه جدا. بسرعه، مرحبا. بسرعه، كاين مساله مستعجله، المساله ديال اللي جابتها الماده 93، اذا اخلى احد الافراد بالاحترام الواجب للمحكمه جاز للقاضي ان يحكم بغرامه بين 1000 درهم و 10000 درهم بالحكم لا يقبل اي طعن. كنصنعوا قاضي ديكتاتوري بهذه النصوص، ما يمكن. شنو هو التفسير؟ باش غتفسر لي، باش غتقنعني بان هذا الفعل اللي دار هذا المواطن داخل الجلسه فيه اخلال بالاحترام الواجب؟ دير مساله فيها اراء، ما يمكنش يكون هذا النوع ديال الاخر. المساله اللي بغيت ناكد عليها الله يجزيكم بخير، المساله ديال اننا حنا بصدد، انتم بصدد كمشرعين، بصدد وضع قوانين اللي غادي تمشي عليها البلاد، اللي غادي تمشي عليها المتقاضين المغاربه كلهم. علاش ما تحاولوش وانتم بصدد المسطره المدنيه انكم توحدوا، جمعوا لنا غير النصوص اللي كتعلق بالاجراءات امام القضاء، جمعوها كلها، خصها تكون في هذا النص هذا. جمعوا لي النصوص اللي كتعلق بالتقاضي ضد الجماعات المحليه مثلا، تراس رئيس المجلس، تراس العماله، المسائل ديال المسؤوليه التقصيريه، راس شركه التامين، عندك الاجل ديال شهرين، مساله ديال الضرائب، خصك تراسل دير. جمعوا لنا، غير جمعوا لنا هذه النصوص هذه اللي كتعلق بهذه الاجراءات. شكرا جزيلا. الله يرضى عليك. اخر نقطه، الا سمحتوا المساله ديال التنفيذ، راه ذاق قضاء بدون تنفيذ. اكبر معرقل العداله هي المؤسسات العموميه اللي ما كتنفذش، وتجيب لكم ارقام. عندنا احصائيات، عندنا ملفات محطوطه في المحاكم الاداريه هذه 5 سنين 6 سنين. ارجوكم، وما كلهم كيتخباو مور ذاك الفصل التسعود اللي كان جا في شي قانون، ما قانون كذا ودخلوه. شكرا. ارجوكم بغيت في هذه المساله هذه اقترح عليكم، نعم، كمشرعين، انكم ديروا تقترحوا سقف ديال التنفيذ. واش درتوا هذا القاضي التنفيذ؟ عطيتوا له صلاحيات؟ اعطيوا له واحد، اعطيوا له ينفذ لي الحكم المكتسب اللي قوه الشعب مقتضي به. شكرا. الله يرضى عليك. نكمل غير الفكره فقط. تفضل في عجاله. الا كان ممكن يتقترح تسقيف ديال التنفيذ. انا عندي حكم داز ابتدائيا واستلافيا والنقد ما بقى فيه ما يدار، خصو يتنفذ لي داخل 3 سنين. مرحبا، 3 سنين انا كنطلب، 4 سنين نفذوه لي في 4 سنين، ولكن يكون في الاخر في القانون. شكرا. باش تخليو على مصراعيه الملفات اللي ما تلفتش هذه 8 سنين 10 سنين هذا راه. شكرا استاذ مساوي. استاذ الغزالي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عبد الرحمن الغزالي، طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش. أما بعد، فمداخلتي لا يكاد الأمر فيها أن يخلو من مسألتين اثنتين. فأما الأولى هي سؤال موجه إلى الأستاذ عبد الكريم الطالب، والثانية هي بمثابة استفسار موجه إلى الأستاذ بن سالم أديجة. فأما السؤال فيتعلق يعني بالمداخلة التي عرضها الأستاذ عبد الكريم الطالب. فإذا ما رجعنا إلى مشروع رقم 0223، نجد على أنه في المادة 30 من ذات المشروع يقر على اعتماد أن الأحكام التي تنظر فيها المحاكم ابتدائية وانتهائية التي حددت في 40000 درهم يعني لا تقبل الطعن، بل تقبل يعني طلب إلغاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
طيب هذا من جهة، لكن إذا ما رجعنا إلى الطعن المنظم في هذا المشروع يعني الذي يتعلق بالتعرض، نجد على أنه المشرع قد حدد الشروط الواجب توفرها في الحكم، التي هي يجب أن يكون الحكم غيابيا، ويجب أن لا يكون قابلا للاستئناف. وإذا ما رجعنا إلى المادة 3 من ذات المشروع، نجد على أن الشرط الثاني هو متحقق في ذلك الحكم، الذي هو الحكم الذي نظرت فيه المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا. لكن الشرط الثاني المتعلق بالغيابي، يعني إذا ما توفر الشرط الثاني نكون أمام القاعدة التي تقر على أنه إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وبالتالي يجب إعادة النظر في البنية الشكلية يعني المادة التي تقر أو تقر يعني بتنص على التعرض، وتضيف مسألة مع مراعاة المادة 30 من هذا القانون، لكي لا نقع يعني او نطرح مستقبلا السؤال الذي هو يعني هل ضعف السائل مسؤول؟ السائل هو المشرع، والمسؤول بطبيعة الحال هو القاضي. الاستفسار الثاني هو موجه بالمناسبة الى الاستاذ بن سالم مدير بصفته، يعني انه كان مديرا للتشريع، وبصفته كذلك انه كان يعني مدير مديرية الشؤون المدنية. هل نحن في حاجة او يعني نناقش مسألة النفعية يعني لاختصاص القيمة المتعلق ب40,000 درهم؟ لماذا يعني هذه الأحكام تنظر فيها المحاكم ابتدائيا وانتهائيا ولا تقبل أي طريقة من طرق الطعن، والحال على أنه إذا ما زاد موضوع الطلب أو قيمة الطلب بدرهم واحد يمكن أن يتم الطعن فيها بالاستئناف أو التعرض؟ هذه حقوق الأغيار، هذه حقوق الأشخاص، فبالتالي يجب إما أن يتم يعني توسيع يعني الاختصاص القيمي لقضاء القرب ليصل إلى 40,000 درهم، أو يعني تجاوز الاختصاص القيمي فيما يخص المحاكم الابتدائية. النقطة الثالثة تتعلق بالأساس، حول على أنه يعني الإرادة الطوعية هي التي تميز القاعدة الأخلاقية عن نظيرتها القانونية، وبالتالي نحن وأنتم يعني كمتدخلين، لا سواء سياسيين ولا سواء متدخلين في وضع القوانين ولا سواء متدخلين في تنفيذ القانون، يجب أن تتحملوا مسؤولياتكم التاريخية. لماذا؟ لأنه سيأتي اليوم إن خرج هذا القانون حيز التنفيذ ولم يخرج بالصيغة التي نبتغي لها كأكاديميين وكيعني ممارسين، يعني نطرح السؤال هل ضعف السائل والمسؤول، ونحمل المسؤولية لمحكمة النقل لتحيد العمل القضائي. وشكرا. شكرا، شكرا جزيلا. للإشارة هنا كاين عندنا واحد البريد الإلكتروني المرجو يعني من السيدة والسادة يعني الحضور، اللي عنده شي مقترحات يمدنا بهم، الله يجزيكم بخير على هذا البريد الإلكتروني. شكرا جزيلا. إذا الأستاذ بن سعد. شكرا سيدة رئيسة. بل بن سريا محمد وليس المساعد، بن سريا. شكرا سيدة رئيسة، شكرا الحضور الكريم، كل باسمه وصفته. بن سريا محمد وليس المساعد دليل على أن الأخطاء واردة. ألقى القاضي من الممكن أن يقع في أخطاء. أخطاء القاضي الموضوعية يمكن تصحيحها من خلال الطعن أمام المحكمة الدرجة الثانية التي تراقب عمل القاضي. أخطاؤه المادية يمكن تصحيحها من خلال مسطرة إصلاح الأخطاء المادية الواردة في الأحكام المنصوص عليها في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الحالي. الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتقاضين أو دفاعهم يمكن إصلاحها من خلال إنذار الأطراف بتصحيح المسطرة. الإنذار بتصحيح المسطرة أو عدم إصلاح المسطرة يترتب عليه جزاء إجرائي مدني غاية في الأهمية، وهو عدم قبول الدعوة. ولعله الموضوع الذي نال حصة الأسد في هذا اللقاء. عدم القبول كجزاء إجرائي مدني كان منصوص عليه ولا زال في المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أن القاضي يجب عليه أن ينذر الأطراف قبل تصحيح المسطرة. جاء على لسان المتدخلين
بأن القاضي في المشروع الحالي قد تم منحه دورا إيجابيا في الدعوة. أقول بأن القاضي كان دائما له دور إيجابي في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، فهو يمكنه أن يأمر بجميع إجراءات تحقيق الدعوة، يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة، أن يقوم بمعاينات، بل ويمكنه أيضا أن يوجه اليمين المتممة للأطراف تلقائيا ولو دون طلب من الأطراف، كما يمكن للقاضي أن يطبق القانون الواجب تطبيق على الدعوة ولو دون أن يطلب ذلك الأطراف، ويمكنه أيضا أن يكيفها بخلاف التكييف الذي كيفه الأطراف، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن التدخل الإيجابي للقاضي كان دائما موجود. أما حاليا جاء على لسان أستاذنا سالم بن سالم أوديجا بأن دور القاضي الإيجابي قد تم توسيعه من خلال إنذار الأطراف بإصلاح المسطرة، ليس فقط في الأهلية أو المصلحة أو الصفة، ولكن في جميع الإخلالات الشكلية. أقول بأن هذا التوجه تخالفه صراحة المادة 11 حاليا من المشروع التي جاء فيها لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات. هذه العبارة في هذه الحالات قلصت الدور الإيجابي للقاضي، بل وضربت تدخله الإيجابي الحالي الواقع في المسطرة الحالية، لأن المشرع قلص من دوره من خلال إيراد هذه العبارة. القاضي حاليا يمكنه أن ينذر الأطراف بإصلاح جميع الإخلالات الشكلية، ولكنه في ظل المشروع الحالي المشرع ألزمه بأن ينذر الأطراف فقط فيما يتعلق بالأهلية والمصلحة والصفة، لأنه وردت عبارة في هذه الحالات، وأعتقد بأنه يجب حذف هذه العبارة في هذه المادة. هذا فيما يخص إصلاح المسطرة أمام محكمة الدرجة الأولى. أما إصلاح المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية فهو يطرح إشكال كبير، على اعتبار أن مجموعة من المحاكم الاستئناف حاليا تصرح بأن المادة الأولى أو الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ليس واجب تطبيق أمام محاكم الدرجة الثانية، وإن كانت بعض محاكم الدرجة الثانية تنذر الأطراف بتصحيح المسطرة فهي تبنت توجها وساطا، فإن الأطراف حينما يصلحون المسطرة خارج أجل الطعن لا يتم قبول الطعن. شكرا. وبالتالي وجب التنصيص صراحة على أنه إذا تم إصلاح المسطرة ولو خارج أجل الطعن تعتبر المسطرة وكأنها أقيمت بصفة صحيحة. ثانيا، ثالثا، وهي مسألة مهمة. اختصار عفك. نعم سيدي الرئيس. وهي أنه في المساطر الكتابية فتنصيب المحامي مسألة واجبة تحت طائرة عدم القبول. القاضي حينما يعرض عليه مقالا دون تنصيب محامي فهو يكتفي بأن يخبر المتقاضي بأنه يجب عليه أن يصلح المسطرة، والمتقاضي لا يفهم هذه العبارة. هذه من جهة. من جهة ثانية، محاكم الطعن تقول بأنها غير ملزمة بتوجيه إنذار للأطراف بتنصيب محامي، وبالتالي أقترح أن تضاف عبارة صريحة واضحة تلزم المحكمة بأنه يجب على المحكمة التي تعرض عليها سواء الدعوة أو الطعن بأن تنذر الأطراف بتنصيب محامي في كل الحالات التي يلزم فيها المتقاضين بتنصيب محامي. وشكرا. شكرا جزيلا. قبل المرور إلى المداخلة التالية، المرجو يعني من كل المتدخلين بما فيهم يعني الأصحاب يعني في المناقشة العامة إرسال مداخلاتهم يعني حتى يتم تضمينها في الإصدار. احنا غنديروا واحد الإصدار إن شاء الله بمناسبة هذا اليوم الدراسي، وبالتالي داكشي علاش طلبنا منكم أنكم يعني تعطيونا المقترحات ديالكم وتبعثوا لنا على هذا البريد الإلكتروني إن شاء الله باش تدار في الإصدار. إذا المتدخلة الأستاذة حسناء الرحموني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أشكر الفريق النيابي للعدالة والتنمية على تنظيم هذه الندوة الهامة حول مشروع قانون المسطرة المدنية. في الحقيقة أنا في إطار عملي كأستاذة للقانون الخاص في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، فنحن يعني دائما
نقوم بدراسة مشاريع قوانين ولدينا ملاحظات، فبمناسبة هذه الندوة كانت فرصة أن نبحث في تعديلات لنقترحها على الفريق النيابي، وقمت بمعية طلبتي في الدكتوراه وأعددنا هذه الوثيقة وسنسلمها لكم إن شاء الله مجموعة كبيرة من التعديلات. نظرا لضيق الوقت، شحال الوقت؟ دقيقة أو دقيقتين؟ شحال الوقت؟ ثلاثة. جيد، لأن ثلاثة ولدن ثلاثة دقائق، سأحاول أن نركز على فقط بعض التعديلات المقترحة من طرفي وطرف طلبتي في الدكتوراه. إذن أقول أول ملاحظة على هذا المشروع قانون مصر المدنية هو أنه فيه بعض تكرار بعض المواد التي هي موجودة في قوانين أخرى، وخاصة الدستور المغربي وقانون التنظيم القضائي، نفس المادة تجدها هنا وهناك وهناك. وهذه المسألة لاحظت وأنا أستاذة للتنظيم ودرس التنظيم القضائي، عدة فصول دستورية نجدها في قانون التنظيم القضائي، ونتساءل ما يعني الأصل أن يأتي الفصل في مثلا في قانون مثلا يبدأ بطبقا للفصل مثلا 117 من الدستور، ويأتي هنا مقتضى تنزيلي يعني جديد يعطينا جديد، أما نفس الفصل نجده في الدستور ثم نجده في القانون، فهذه مسألة يعني أتمنى هي الآن في قانون التنظيم القضائي بكثرة عدة فصول تكرار لفصول دستورية، والآن نجدها أيضا في المسألة المدنية، وأعطي أمثلة المادة الأولى المادة الثانية المادة الخامسة. بخصوص المادة الخامسة تقول المادة الخامسة أنه يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول، وهذا نفس المقتضى موجود في المادة 37 من قانون التنظيم القضائي، وموجود أيضا في الدستور المغربي. إذن ما الداعي للتنصيص على شيء مقتضى موجود، والأصل أن يعطى فيه تفعيل. نحن أمام قانون مصر المدنية، الاقتراح هنا أن يعني إن شاء الله أن الفريق النيابي العدالة والتنمية أن يقترح أجالا لكل دعوة، مثلا المادة المدنية دعوة المدنية أجل معين، الدعوة التجارية كذا، الدعوة العقارية، ولو أن هذه الأجال لن تحترم في الواقع لا يعني ربما سيتم تجاوزه، لكن هنا سيحاول قضاة وجميع الفاعلين أن يتقيدوا بها. وهنا أعطي تجربة مدونة الأسرة، عندما وضعت أجال 6 أشهر مثلا لدعوى النفقة و 9 أشهر لدعوى الطلاق للشقاق، فهناك تقليص لمدة يعني الدعاوى الأسرية، بالرغم يعني كنا في مدونة الأحوال الشخصية القادمة نتحدث عن سنوات، الآن نتحدث عن شهور، وهناك تجاوز هذه الأجال التي حددها المشرع، لكن تجاوز بأشهر قليلة وليس كما شأن الآن نضع القاعدة عامة داخل أجل معقول. فهذا الأجل المعقول ممكن يكون سنة ممكن سنتين، وليس كما هو الشأن لو حددنا أجلا ولو أنه سيتم تجاوزه، لكن إن شاء الله الأغلبية سيحترمه. بالنسبة للفصل السادس هناك قاعدة خطيرة جدا، يقول المادة السادسة من المشروع تقول أنه لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوة قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أو جهد دفاعه، ولكن هناك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. هذا مبدأ لا يجب أن يكون هناك فيه استثناء، لا يمكن أن نسمح لأحد أن نحكم على طرف لم يبسط دفاعه، وهذه مادة موجودة في قوانين عربية قانون لبناني بدون أن يكون هناك استثناء. هذه مادة يعني احترام حقوق الدفاع ومبدأ دستوري ومبدأ في المواثيق الدولية، ولا يمكن أن يكون هناك استثناء ولو بنص قانوني. إذن هذا الفصل المادة السادسة. المادة التاسعة بالنسبة للوسطاء، لا أعرف معنا الأستاذ بن سالم وهو وديجا هو أكبر يعني من وضع قانون 95/17، هو من وضع هذا، أعتقد هو الذي كان وراءه وهو أستاذ لهذه المادة وخبير في هذه المادة. يعني أنتم تعرفون أستاذي أنه هناك يعني عندما يحيل القانون على المحكم الوسطاء فلدينا قائمة للمحكمين في المحكمة، يعني القاضي إذا أراد أن يحيل على محكم يجده عنده مثل الخبراء مثل عنده لائحة، بينما الوسطاء لم يحدد القانون لا مؤهلاتهم ولا ما هي الكفاءات المتطلبة فيهم ولا الشروط المتطلبة فيهم ولا حتى أن يكون هناك قائمة في المحكمة. بمعنى القاضي إذا أراد أن يحيل على وسيط
لن يعرف ما هو هذا الوسيط الذي سيحيل عليه، وبالتالي هذا سيؤدي إلى عدم العمل بهذه المسطرة والوسطة. أستدر فقط أطلب بعجالة، أضم صوتي إلى من طلب يعني حذف الغرامات لفائدة الخزينة عند تقاضي بسؤنية، هذا ضد حق في التقاضي. فقط مسألة يعني الاختصاص المحاكم ابتدائية ابتدائي وانتهائي إلى غاية 40,000 درهم، هذا ضد حقوق المتقاضين. كيف نحرم شخصا من التقاضي يعني من على درجاتين، وهذا مبدأ مرسخ في الشريعة المغربي منذ عقود، يعني نحرمه إذا كان المبلغ 40,000 درهم. هذا أرجو. وآخر شيء، حتى المحاكم ابتدائية مختصة إلى حدود 100,000 درهم في القضايا التجارية، هذه خطيرة أيضا. نحن رسخنا منذ التسعينات للمحاكم المتخصصة، فكيف نأتي اليوم ونعطي المحاكم ابتدائية ونثقل محاكم ابتدائية مثقلة هي تئن تحت حجم القضايا ونزيدها قضايا. شكرا أستاذتي الكريمة، شكرا يعني عند قلة القضايا. أشكركم وسنسلمكم هذه التعديلات. مرحبا، شكرا جزيلا لكل من ساهم فيها بأسمائها، بجميع الأسماء الذين ساهموا في هذا العمل. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. أشكركم. شكرا أستاذ محمد مازي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر لكل الساهرين على هذا اللقاء العلمي، كل باسمه وصفته. عموما مداخلتي سوف تنصب بشكل مباشر على مسألة أساسية في تبناها أو انفتح عليها هذا المشروع، يتعلق الأمر بمسألة الاختصاص القضائي الدولي. محمد مازي، طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة بن زهر أكادير. هذه قلت أن هذا المشروع انفتح على مسألة حديثة، وهي مسألة حديثة ضمن هذا المشروع، يتعلق الأمر بالاختصاص القضائي الدولي. فإذا كنا نثني على وضع هذا المشروع بخصوص تبنيه لبعض ضوابط اختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية، فإن الأمر على النقيض من ذلك بخصوص المادة 74 تحديدا لتضمينها مجموعة من الضوابط لتحديد اختصاص القضاء الدولي للمحاكم المغربية دون وضعها في سياقها أو التصور العام الذي يحكم هذا الاختصاص الخاص إن صح التعبير. يتعلق الأمر بمسألة أساسية وجوهرية لا بد من التنظير من خلالها، ألا وهي مسألة النظر إلى من خلال النظر في إطار تحديد ضوابط الاختصاص القضائي الدولي إلى مسألة إمكانية أو ضمان إمكانية نفاذ المقررات الصادرة على المحاكم المغربية بالخارج، بمعنى المسألة ربطها بمسألة تدليل الأحكام المقررات الصادرة على المحاكم المغربية بالخارج. كيف ذلك؟ بكل بساطة، عند الرجوع إلى الشروط المتطلبة في تدليل الأحكام الأجنبية بالخارج، نجد من بين الشروط الأساسية وهي صدور الحكم أو المقرر القضائي عن محاكم مختصة، وجرى تقييم هذا الاختصاص في معظم التجارب الدولية الخاصة المقارنة وفقا لقانون بلد التنفيذ. وبالتالي إذا ما تم صدور المقررات القضائية عن المحاكم المغربية مثلا بناء على ضابط معين، وكان هذا الضابط غير مستقر أو غير مألوف في التجارب الدولية الخاصة المقارنة، فالنتيجة حتمية، ألا وهي عدم نفاذ هذا المقرر الصادر عن المحاكم المغربية بالخارج. وبالتالي أرى بضرورة إعادة النظر في بعض الضوابط التي تكرس، بعض الضوابط الغير مألوفة في التجارب المقارنة، يتعلق الأمر بضابط القائمة على جنسية وكذا محل إقامة المدعي. وبالتالي نرى من وجهة نظرنا المتواضعة ضرورة إعادة النظر في هذه المادة لتضمينها مجموعة من الضوابط غير المألوفة، إضافة إلى تضمينها بعض وإغفالها البعض بخصوص مسائل الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المغربية. اللهم نرى بضرورة إحالة هذه المادة على المادة التي تضمن المادة 453 من المشروع، والتي تتضمن حالة أو ضوابط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بشكل حصري. اللهم عند تمديدها إلى الصعيد الدولي ملائمتها مع خصوصية المنازعات الدولية الخاصة، مثل المسألة خصوص
الاختصاص بخصوص الشركات الدولية الخاصة التي يجب ملائمتها مع ضوابط موقع العقار إلى غير ذلك. مسألة أخرى وأخيرة وهي مسألة انفتاح المشرع على مسألة أساسية أخرى وهي المتعلقة بضابط إرادة الأطراف في تحديد اختصاص قضاء الدولي للمحاكم المغربية. هذه الآلية انفتح عليها هذا المشروع من خلال المادة 75، لكن ما يلاحظ أن هذا المشروع انفتح على هذه الإمكانية في جزئها وإغفال الأصل ألا وهو الاعتداد بإرادة الأطراف قبل استجلائها من خلال قبول المدعى عليه بولاية المحكمة. اللهم نرى بإعادة صياغة هذه المادة مع مسألة أخيرة وهي مسألة وجوب الحسم المشرع في إطار انسجام هذه المواد بما يسمى أو في إطار الحسم في مسألة تعلق ضوابط اختصاص القضاء قواعد اختصاص بالنظام العامي لما لذلك من تأثير على إرادة الأطراف. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الأستاذ العرودي. بسم الله الرحمن الرحيم. السي محمد العلوي أستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا وبالمحمدية وبالقنيطرة، سابقا خبير استشاري بمجلس النواب. أود في البداية أن أتوجه بجزيل تشكراتي إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على حرصها الوطني الخالص على متابعة ومدارسة هذا المشروع الهام الذي هو قانون المسطرة المدنية، وكذلك الشكر موصول لمجلس النواب الذي يوفر هذه الأجواء، كما أشكر السادة الحضور كل باسمه وصفته وعلى رأسهم أستاذنا الكبير السيد المدير وديجة بن سالم وجميع النقباء والأساتذة وإن شاء الله والمفوضين القضائيين. أنا أود أن أختصر ولا أريد أن أكرر ما تم نقاشه في من طرف الأساتذة المتدخلين. أنا أود أن أحصر مداخلتي في التنفيذ وخاصة تنفيذ أحكام القضاء الإداري. فابن فرحون يعرف القضاء بأنه قول ملزم صادر عن ولاية عامة، نسطر على قول ملزم، يعني العام يحمل على عمومه، ملزم للدولة كطرف في الدعوة وكذلك ملزم لسائر أفراد القانون الخاص وأفراد القانون العام. هذا هو مفهوم القضاء. وإذن فقوة الدولة ومكانة الدولة نابعة من قوة قضائها، وقوة قضائها نابعة من قوة تنفيذ أحكام القضاء. فالتنفيذ هو الذي يمنح القوة ويجعل الأحكام والمقررات القضائية شاخصة للعيان ومتحركة في الواقع الاجتماعي للدولة. وبالتالي عندما نكون إذن تملص الدولة من عن التنفيذ أو تماطل الدولة عن التنفيذ، كما قال المرحوم الحسن الثاني رحمه الله عندما قال إن امتناع الدولة عن التنفيذ أو التماطل فيه يجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة. انبعاث أمة الجزء 27 الصادر سنة 1982. وبناء على المرجعيات الوطنية فالرسائل التي كان يبعثها سلاطين الدولة العلوية للمسؤولين دائما كان يولون أحكام القضاء عناية وأهمية خاصة، وخاصة السلطان مولاي إسماعيل ومحمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، لأن حتى لا أطيل. وبالتالي أظن أن المشروع لا يجيب عن إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية. فالقضاء الإداري ينقسم إلى قضاء شامل وقضاء إلغاء. مثلا في التشريع المقارن التشريع المصري المشروع لم يتطرق للصيغة التنفيذية للأحكام القضاء الإداري، لأن الصيغة التنفيذية ديال الأحكام المدنية لا تلائم أحكام القضاء الإداري. المشرع المصري مثلا أفرض لقضاء الإلغاء صيغة عندما قال على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين إجراء هذا الحكم وتنفيذ مقتضاه، هذه صيغة تنفيذية خاصة بأحكام قضاء الإلغاء. وعندما وضع صيغة تنفيذية لأحكام القضاء الشامل قال على الجهات المنوط بها التنفيذ
أن تبادر إليه، وعلى السلطات المختصة أن تجريه ولو باستعمال القوى العمومية. إذن في المشرع المصري إذن كرس هذه القاعدة، لأن القضاء وقوة القضاء تكمن عندما تكون الدعوة فيها طرف عنيد الذي هو الإدارة الذي هو الدولة، ثم طرف ضعيف الذي هو فرد من أفراد القانون الخاص. إذن هنا تكمن، وبالتالي أستاذ أنا الخير خصك ديري معايا شوية الإحسان. مازال لا مازال وراك. لا ديري معايا شوية الإحسان أستاذ، أنا هذا الشيء دقيقة مهم. دقيقة. إذن وبالتالي فالقضاء الإداري أصدر أمرا سنة تحت عدد 147 في الملف 97/28 صادرا إداريا الرباط، وكرس قاعدة مفادها أنه لا يجوز التنفيذ على المرافق العامة أو المؤسسة العمومية لكونها مليئة الدماء، هذه الفقرة الثانية. لكن إذا امتنعت المؤسسات العمومية عن تنفيذ الأحكام تكون دمتها قد افتقرت بتعلق حقوق الأغيار بها، وبالتالي يجوز الحجز عليها. كيف نطبق الإكراه البدني على المرافق العمومية؟ إذن هذه مسألة ضرورية يجب المشروع لم يجيب عنها، وأظن أن المشروع يسير في إطار أن يقوم القضاء العادي بتأبط القضاء الإداري، وهذا يقلص من هبة الدولة. هبة الدولة تكمن في قوة قضائها الإداري، لأن القضاء الإداري هو الذي يعطي المكنة والقوة للقضاء ويجعله قويا فعلا يحكم على مؤسسة الدولة. شكرا جزيلا وأختصر. السلام شكرا عليكم. أستاذ شكرا. أستاذ عبد الله بن عقة. السلام عليكم. شكرا جزيلا للأعضاء العدالة والتنمية والسيد الرئيس المجموعة والسيد الحضور الكريم. عبد الله بن عقاء مفوض قضاء بالمحكمة الابتدائية بتمارة وعضو المجلس الجهوي الاستئنافية الرباط. اللي بغيت نسأل به هو يعني الموضوع ديال رقمنة المحاكم، هو الموضوع يعني موضوع النقاش ولا موضوع اليوم؟ يعني تقريبا هذه السنوات الأخيرة كثر النقاش حول رقمنة المحاكم، وما الغاية من رقمنة المحاكم؟ هي الإسراع في الإجراءات وإيصال الحقوق إلى أهلها. وعندما نطلع على هذا المشروع نجد أن من بين الأسباب التي تعطل الإجراءات القضائية هي التبليغ، ولا تعمقنا في التبليغ وعرفنا شنو هو السبب اللي كيعرقل التبليغ، هي الازدواجية. فالمشرع خصو يكون واضح في هذه المسألة هذه وجيري وشنو باغي يعني من المحاكم ومن المفوض القضائي ومن الإجراءات ديال المحكمة. فإلا كان يعني الرقمنة الغاية منها هي تنفيذ الأحكام والإسراع في الإجراءات القضائية، فكان عكسوها وكان ديروا العكس ديالها باش كان ديروا الازدواجية في التبليغ، باش كان خليوا المتقاضي أنه يختار مفوض قضائي أو لكتابة الضبط، والأعوان ديال كتابة الضبط ما كافينش في المحاكم، ويمكن المشرع أو للإخوة المشرعين يتواصلوا مع المسؤولين ويقولوا شنو هو الأسباب ديال التبليغات ما كاينش، هناك ملفات مزمنة على مستوى المحاكم ما تبلغاتش ما تنفذاش. السبب هو ان المتقاضي لما كيجي المحكمه ما كيعرفش شنو كيدير، يا اما غيعين المفوض القضائي يا اما كيمشي كيخليها في المحكمه، ما كيعين حتى شي واحد، كيطلعوا المحكمه الملفات تروج شهور او سنوات. وبالتالي شكون الملفات عندما تقوم وزاره العدل بالاحصاء أو للمحاكم بالإحصاء تكون هنالك عدة ملفات مزمنة غير مبلغة أو غير منفدة، فالمسؤول القضائي يضطر إلى التواصل مع المفوضين القضائيين لإيجاد حل لهذه المعضلة. وبالتالي فالحل الوحيد اللي كنقترحه واللي كنشوفه كمفوض قضائي هو التنصيص على اختصاص المفوض القضائي وحده في التبليغ
وفي التنفيذ مع إجراء نصوص قانونية وتفعيل نصوص قانونية. يعني مفوض القضائي يسحب الإجراء ديالو سواء تبليغ استدعاء أو لا حكم أو لا قرار، ويعطيه الأجل ديال التبليغ في حالة إلا ما قامش بالإجراء، لكن إجراءات قانونية. شكرا جزيلا. وبالتالي باش كتبقى الإزدواجية، حنا كنطمحوا باش نحققوا في الرقمنة في السرعة في القضاء، وفي الجهة أخرى كنعقلوها بالإزدواجية. وعلى هذا الأساس هذا يمكن لكم تشوفوا أختم نقطة غير هذه النقطة. بالنسبة هناك عدة مؤسسات عمومية عقدت اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للمفوضية القضائية، فلما كنسمعوا في الإعلام أو في النشرات بأن خزينة الدولة ارتفعت بنسبة كذا، راه المفوضية القضائية هما اللي كيساهموا في إدخال في هذه المداخل هذو عن طريق التبليغ والحجوزات والتنفيذات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أستاذ الشامي. السلام عليكم. اذا بدايه اشكر المجموعه النيابيه للعداله والتنميه على الدعوه الكريمه وعلى استضافه اللقاء والنقاش الهادف. عبد الحق شابيل، طالب مفتش ممثل المنتدى المغربي للمواطنه وحقوق الانسان كاتب جهه مراكش اسفي. اذا بالنسبه لي غنحاول ما نهضرش على الشق التقني لانه ماشي مولين بالمسطره القانونيه. بعد قراءه غير يعني سطحيه للمشروع القانون، لقينا بعض المواد اللي هي شويه غامضه. مثلا حنايا كجمعيه حقوقيه في دفاعنا على الحق في التقاضي اللي هو حق خصو يكون مكفول دستوريا، لقينا بانه كاين بعض الفصول اللي كتخيف المتقاضين، ما كتخليهش يولج للقضاء لانه مخافه انه يكون مدعي تيولي مدعى عليه واللي خلص في غرامات هو في غنى على هذا الشيء، اذا تيتفادى انه يلجا للقضاء. وكي قلنا حنا بالنسبه للمسطره القضائيه، اولا خص التبسيط، هنا تيبان لي انه زاد التعقيد ديالها من خلال بزاف ديال المتدخلين وبزاف ديال التعقيدات. كذلك كاين بعض المواد اللي هي غامضه نوعا ما وتتبان لي غريبه، مثلا الماده 307 مثلا تيقول لك هنا عند وجود ضروره تسيير كل او بعض اموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع اخباره. هذا انقطاع اخباري شحال؟ اسبوع، شهر، شحال، شهرين، ما عرفناش. اذا هذه كتبقى واحد تخاضع للتاويلات وممكن استغلال ديالها من اجل نزل الملكيه ويعني يعني السطو على املاك الغير. كذلك بالنسبه لبعض المواد مثلا كنهضروا على تبليغ كيكون بالنشر. هذا النشر هذا كيفاش؟ وشنو هما الوسائل ديال النشر؟ حنا تنعرفوا بانه كيتم النشر في الجرائد اللي هي ما تعرفها حتى واحد. يقدر يكون السيت مثلا في برا ونحجزوا ليه حنا على الملك ديالو ونديروا التبليغ في جريده ما تعرفها حتى واحد وما يوصلوش الخبر ويجي لقى الملك ديالو تحجز عليه ولا مشى ليه. اذا هادو اشكالات. عاد الاشكالات الاخرى المتعلقه كذلك فاش نهضروا على الرقمنه، حنا راه تنسمعوا الرقمنه تقريبا شي عام وزياده، تنتفاجئوا بانه النص القانوني يلاه فيه شي صفحه ما كاملاش تقريبا كتهضر على الرقمنه، وكيهضروا على اساس انه لن يعتد بالبريد الذي لم يعني ما تزوج في الموقع، وحنا مازال ما بداتش اصلا. حنا كاع الا بغينا ندخلوا كاع مثلا بغينا نديروا لي زادريس ديالنا مثلا في الموقع فين هو. هذا هو الاشكالات اللي لاحظنا حنا كجمعيه حقوقيه. وكان غير مناشده، الله يجزيكم بخير، مناشده لانه الاخوان انا تيبان لي خالص ما بين المحامين المفوضين القضائيين المختصين ديال القانون. خلال الاصلاح، اي اصلاح كيف ما كان، حنا عشنا التجربه هذه في اصلاح ديال النظام الاساسي ديال التعليم، هو نحاولوا نبتعدوا شويه على الذاتيه، نحاولوا تغليب ديال المصلحه ديال المواطن اولا لانه هو الطرف علاش داير هذه الراحه كله، يعني تغليب ديال المصالح ديال المواطنين راه كلها تجر من جهته وفي الاخر تيبقى المواطن هو الضحيه. وشكرا. شكرا جزيلا. استاذه ملكه المنجاوي تفضلي. السلام عليكم. ولعل المواطن سيحضر في شخصي، معكم ملكة المنجاوي، طالبة مفتشة بمركز تكوين مفتشي التعليم. أتحدث يعني تبارك الله أمامي واستمعت في هذه الأمسية التي أشكر عليها الفريق النيابي للعدالة والتنمية على تنويرنا بالنسبة للمشروع قانون المسطرة المدنية. أمامي قامات يعني ناقشت هذا القانون من يعني من جوانب مختلفة، ولعل أبرز الجوانب هي جوانب تقنية، فأنا سأتحدث الآن بلسان المواطن البسيط الذي ثقافته القانونية على قد الحال. لدي سؤالين، يعني بما أن هذا القانون هو
للمستقبل، للحاضر والمستقبل، ولعل النزوع الرقمي لهذا كما جاء على لسان السيد الوزير النزوع الرقمي لهذا القانون المسطرة، يعني في إدماج التكنولوجيا الحديثة في 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 يعني في هذا القانون. لدي سؤالين. السؤال الأول في إطار الرقمنة وتقريب الإدارة من المواطن، ما الجديد بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؟ يعني هذه الشريحة من المغاربة هل تم أخذها بعين الاعتبار في يعني تخفيف العبء عليها بدل التنقل في كل مرة لأرض الوطن من أجل يعني قضاء مصالح إدارية بمحاكمنا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالحديث عن تطلعات المواطن، فالمواطن سواء في المدينة أو في الأقصى الأرياف والمداشر أكيد لن يختلف اثنان على كونه يسعى لأن يكون أو يعني من مطالبه أن يكون الخدمة القضائية تكون ذات جودة انطلاقا من رفع دعوى إلى غاية تنفيذ الحكم. ولدي سؤال، هل تم يعني هل هناك دراسات تقيم القانون أو المسطرة الحالية؟ لأنه بناء عليها تحسين يكون بناء على المكتسبات لكي نمضي قدوما للأمام، أم أن يعني هل هناك دراسات في هذا الباب؟ وشكرا. شكرا جزيلا، شكرا على الاختصار. مازال أمامنا مداخلتين. أستاذ أمين فتحي تفضل. السلام عليكم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عبد ربي أمين فتحي، مستشار قانوني والمدير التنفيذي لمنصة قضيتي الإلكترونية، المنصة رقم 1 في المغرب للاستشارات القانونية والخدمات القانونية، هي منصة مغربية 100% إماراتية. غادي نتكلم في القسم 11، والكلام سأحاول أن أوجه كلامي إلى السيد المدير السيد سالم وديجا الذي تعلمنا معه الكثير. لم يتم العروج في نقاش في هذه الجلسة في هذا اليوم الدراسي حول الرقمنة. تكلمنا عن مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتنفيذ، عدم القبول، إلى مجموعة من المساطر القانونية والقضائية. أنا فقط أريد أن أسائل السيد المدير وأريد أن أسائلكم جميعا، هل يعتقد المشرع أن القسم 11 من مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي بالرقمنة؟ وهل يقصد بالرقمنة ديجيتاليزاسيون؟ إذا كان يعتقد أنه سيرقمن الإجراءات القانونية والقضائية، هذا القسم لا علاقة له بهذا الأمر. لماذا؟ لأننا نفهم في هذه المسائل بشكل جيد. اشتغلنا على منصة رقمية تقريبا ما يقارب سنة ونصف، ونحن الآن نعاني من مجموعة من المشاكل، وعندي مجموعة من المسائلة. أنتم تبحثون عن النجاعة القضائية، أكيد تبحثون عن النجاعة القضائية في هذا المشروع الجديد. لماذا لا ألامس الشجاعة للمشرع في فرض الرقمنة على بعض الإجراءات القانونية وإعطاء هذه المكنة في بعض الإجراءات الأخرى؟ يعني الإلزامية ليست هنا بالنسبة للمسائل الرقمية، سنبقى دائما تحت قيود الوثائق والوراق ودفع وسني. مسألة أخرى تتعلق بالتوقيع الإلكتروني، هل ستكون هنالك منصة خاصة بالتوقيع الإلكتروني أو لا؟ مسألة أخرى، إذا أردت أن أعرج معكم على بعض النصوص القانونية، نتكلم عن علاوة على مقتضيات القانون، يمكن للمحكمة أن تعقد جلساتها، ليس هنالك أي شرط من شروط الإلزامية في مسائل الرقمنة. والسؤال التقني، هذه المنصة بأش من سيرفر تابعة؟ سيرفر ديال روسيا، ديال الأمريكان، ديال كندا، ديال إيش؟ ديال المغرب؟ هذه المنصة غادي ندخلوا فيها مجموعة من الوثائق الإدارية والقضائية تتسم بطابع السرية. واش غنخليو الناس يطلعوا على الوثائق ديالنا والوثائق ديال الشركات العالميه والشركات الخاصه في المغرب؟ هنا اشكال كبير جدا حول وعي المشرع بمسائل الرقمنه. انا في هذا العرض هذا كنت اعتقد، لانه طال الحديث كثيرا عن هذه المسائل المتعلقه بالرقمنه وبالمنصه كذلك، كنت انتظر عرضا حول هذه المنصه الرقميه، لم يكن هنالك اي عرض. هل نتكلم فقط في كلامين على هواه أو لا عواهنه؟ فقط مسألة أخيرة أريد أن أسائلكم جميعا، أنتم تعلمون أن هنالك قانون متعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية،
وجميعا لدينا البطاقة الوطنية الإلكترونية الرقمية، الرقاقة الرقمية في البطاقة. هذه البطاقة الوطنية التي تعفي من رسم الولادة، تعفي من نسخة كاملة، هل تعفيكم أمام الإدارات من الإدلاء بهذه الوثائق؟ لا تعفيكم. ليس هنالك أي تطبيق لأي نصوص قانونية تتعلق بالبطاقة الوطنية ذات الرقاقة الإلكترونية. لم يتم تفعيل الرقاقة الإلكترونية، فهل سيتم تفعيل مسائل إلكترونية تتعلق بإجراءات قضائية، إجراءات تتعلق بالمتقاضين؟ يجب علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا. شكرا. الرقمنة بعيدة جدا عنا، لأننا لم نلاحظ لا مناقشة الرقمنة ولا كذا. المستثمر، نحن نشتغل مع مستثمرين في الخليج ونشتغل مع مستثمرين أجانب يبحثون. عندما نتكلم عن المساطر الإدارية، أي مستثمر في مجال التك يبحث عن المساطر الإلكترونية. هذه المساطر الإلكترونية عندما يلمس البيروقراطية في الأمور القضائية لا يطمئن، لا يطمئن للاستثمار في المغرب. لماذا؟ لأنه الرقمنة تساوي الشفافية. عندما تكون الرقمنة وتلامس الرقمنة الإدارة المغربية، بمعنى نلامس الشفافية. شكرا شكرا. الكلام يطول حول المنصة الرقمية. شكرا جزيلا. أنا مستعد أن أحضر أمامكم مجموعة من المطورين المغاربة الذين يشتغلون في الخارج ويشتغلون وهم طاقات كبيرة من أجل عمل تقييم لهذه المنصة الرقمية، لأننا نريد أن نلامس النجاح. إن شاء الله، إن شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا. آخر متدخل الأستاذ الفضيلي. السلام عليكم. لا أستاذ، تجاوزتني قبل. أنا ثالث وقد تجاوزت. مرحبا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة المنسقة، تجاوزتي اسمي وخليتيني أنا للآخر، إذن فقد أستأثر بدقيقة إضافية. أعتذر ولكن لا. الكل استأثر بالإضافة. الأساتذة الحاضرين معنا كل شيء والوقت متأخر، فبغينا نسبعهم السفر، وبالتالي شكرا جزيلا ونتمنى أنكم تأخذوا وقت. الله يجزيكم بخير. إذن سأستأثر بدقيقة إضافية تعويضا عن ذلك. فاضل نور الدين، مفوض قضائي، نائب رئيس المجلس الجهوي المفوض القضائي لمحكمة السناف بالرباط. بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية الماثل أمامنا، تماما هو ماثل الآن أمامنا، تماما متهم، يعني الكل يجلده طولا وعرضا، لكن يجب أن نقول كلمة حق. أنا كمنفذ ومبلغ، مقتضيات التي جاءت بها فيما يخص التبليغ هي مقتضيات بالنسبة لي جد ممتازة وأمور يعني ممارسة قضائية يعني نبعت من 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 المفوضين القضائيين، مثلا مثل الأوصاف وغيرها من الأمور. الحمد لله اليوم نرى أن المشرع يقرها. هذا فيما يخص التبليغ كان جيدا. بالنسبة للتنفيذ، مؤسسة قاضي التنفيذ، اسمحوا لي على التعبير اللي هو قد يكون قاسيا، المشؤومة، مؤسسة من خلال جاءت بمجموعة من النصوص القانونية المتشعبة والأحيانا المتناقضة والمتضاربة فيما بينها، وسأفصل يعني. وأنا أعد كم مرة جاءت كلمة يأمر قاضي التنفيذ، وصلت عند 40 مرة وعيت. أنا عيت 40 مكنة قانونية مكنها مشروع القانون لقاضي التنفيذ وأكثر، يعني وصلت 40 وحبست عيت. فقلبي صراحة على القضاة التنفيذ الجدد اللي غيتعينوك قضاة التنفيذ في ظل القانون، في ظل هذا القانون الجديد هذا. يعني كيفاش غادي يبدا يتعامل مع هاد الإجراءات؟ هي إجراءات كانت من صميم اختصاص المفوض القضائي، ومن تنقولوا الإعذار ديال التنفيذ وهاد الإجراءات كاملة كان كيديرها المفوض القضائي. ف يعني ملي كتقرا كقراءة سطحية، وكأن المشرع ينظر إلى هذه المؤسسة كهي مؤسسة قاصرة، نحيدوا الاختصاص ونعطيهم القاضي التنفيذي يديرهم. قاضي التنفيذ يجب أن يظل قاضيا، القاضي يفصل في النزاع، القاضي مهامه هي مراقبة مدى سلامة الإجراءات. هل احترم المنفذ أو المكلف بالتنفيذ احترم المساطر أم لا؟ أما باش يبدا يدخل في جميع الإجراءات كيقوم بها،
فهو احنا ما كنقولوش كمفوض قضائي بغينا احنا بالعكس واختصاص عفانا لا عفانا من واحد الاختصاص كنا كنديروه عفانا من المسؤوليه عفانا من الجهد خلي قاضي التنفيذ هو اللي غيتعذب دابا غادي يتعذب من ناحيه زعما الجهد البدني ولكني راه لن يفيد بتاتا لا في السرعه ولا حتى في النجاح راه ملفات ديال التنفيذ بالوضع الحالي راه تيقدروا يبقاو لك سنه ونصف اجراءات راه متشعبه واجلات وبلغوا والا ما لقيتيش الاعذار الحجز خصك تبلغوا بمحضر الحجز ولا ما تبلغش لك اليوم غدا وبقى هو هربان لك اجراءات متشعبه وتزيدها باجراءات الفصول كثيره اللي كتحدث على مؤسسه قاضي ديال التنفيذ ناهيك على انه عمليا الاخوه الاكاديميين ما سمعت حتى واحد هضر على المؤسسه ديال التنفيذ مهمه مؤسسة ديال التنفيذ راه هي علاش المشرع حكيم جابها خلاها هي الاخرى لان هي العصاره هي النتاج هي النتيجه فمهمه صدر الاكاديمي انكبوا يعني اترجاك كنت نكبوا على دراسه المؤسسه القضائيه ديال التنفيذ والتنفيذ بصفه عام ولا ربما القانون المقارن يعني متطور جدا موريتانيا والجزائر وتونس شوفوا غير الدول اللي هي بحالنا متطوره جدا مؤسسه مفوض قضائي عندهم تما العدل المنفذ ولا المحضر ولا المفوض ديال موريتانيا راه مستوى كبير لا في مخيله السلطات اللي عنده الاختصاصات والصلاحيات احنا دابا حنا في هذا المشروع كنقزموا من الصلاحيات عرفتي زدتك عذرا استاذ اخر لا دابا دخلت في الوقت دخلت تجاوزتي الله يجزيك بخير الساده اللي الاساتذه اللي معنا عياو الله يجزيك بخير بالنسبه للتناقض احيانا مثلا الفصل 457 من المشروع كيتحدث انه يامر جلاله الملك المكلف بالتنفيذ كيجي الفصل 485 كيقول لك عاوتاني يامر قاضي التنفيذ المكلف هذا تناقض جوج ديال الفصول يؤثروا نفس العمليه واش جلاله الملك اللي كيامر المكلف بصيغه التنفيذيه وهاد الصيغه راه ماشي جديده كاينه حاليا في فصل 433 كاينه الصيغه التنفيذيه اللي كتحدث على هذا الامر باش ما نطولش لك استاذه كلمه اخيره يعني اناشد زعما المؤسسات على انهم ينظروا للمؤسسه المفوض القضائي كيف ما قال احد المتدخلين نفس الشهاده اللي عند القاضي عند المحامي عند المفوض القضائي حتى هو دوز نفس المباراه وتكون في نفس المعهد العالي للقضاء وعنده نفس الكفاءه والحمد لله بيناتنا اطر ودكاتره اللي حنا ولا ربما النجاع اخر كلمه والنجاعه ديالو راه بانت كيف ما قال احد الزملاء على ان حاليا الدوله ما بقاش كتستعمل لي زانيت ديالها غير المفوض القضائي حيت ناجع. شكرا جزيلا. اخر متدخل استاذ عبد الباسط. السلام عليكم. بعجاله عبد الباسط ازلف باحث بسلك الدكتوراه بجامعه محمد الاول. لدي بعض الملاحظات حول مسطره تماشيا مع التنفيذ. مسطرة تصحيح وتأويل الأحكام القضائية، والمقصود بالتصحيح تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الأحكام القضائية، حيث أن المشرع جاء وبين الجهة المختصة هي المحكمة المصدرة للحكم أو القرار حسب الجهة القضائية مصدرتها وسكت، ما بينا لا طريقة رفع الدعوة، هل هي دعوة كجميع الدعاوى أم هي دعوة استعجالية يجب البت فيها في أجل معقول؟ ما وضحنا حتى شي حاجه. كذلك ما وضحناش النطاق ديال سلطات القاضي اثناء بته في هذا الطلب والاسباب ديال الطعن ديالها اللي باش كاشاره ولا كاقتراح هو اننا نضربوا عصفورين بحجر واحد ونصيغها بانه يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح او التاويل اذا تجاوزت المحكمه حقها في التصحيح او التاويل وذلك بطرق الطعن الجائزه في الحكم الغامض او الذي يشبه غموض. كذلك التنصيص كما فعل المشرع الفرنسي حول مكان المنطوق. نعم هناك من يقول بأن الفصل 451 من ظاهر التزامات العقود أنه المنطوق يكون للحجية فقط، الحجية تكمن في المنطوق فقط، إلا أنه بالرجوع إلى بعض القرارات القضائية ونظرا لزخم القضايا الكثيرة على السادة القضاة فإنهم يوزعون المنطوق ما بين الحيثيات وبين المنطوق، ومن اللي كيمشي عون التنفيذ أو المفوض القضائي باش ينفذنا واحد المنطوق فإنه كينفذنا غير واحد جزء منه وما كينفذناش الحكم بأكمله. لذلك نلزم القاضي بأن يكتب منطوقه كاملا في الجزء المخصص له. لهذه الأسباب حكمت المحكمة. هناك أمر آخر، المصاريف القضائية.
إذا كان مصدر الخطأ المادي هو القاضي وجاء المشرع في المادة 64 وقال لنا ودي تبت كل محكمة في غرفة المشورة في إطار مسطرة توجهية عند الاقتضاء إما تلقائيا وبدون مصاريف، فإنه بالرجوع إلى المادة 600 فإن نفس القاضي الذي ارتكب خطأ مادي فإنه هو الشخص الذي يكون مسؤولا عن الغموض في الحكم، وبالتالي فالطلب الذي نقدمه من أجل الغموض يجب أن يكون معفيا من المصاريف القضائية. كذلك المصدر ديال الخطأ، آخر نقطة، كذلك مصدر الخطأ المادي نلزمه، هل هي المحكمة يعني الحكم الذي يجب أن نصححه، هل إذا كان المصدر الخطأ هو المحكمة أم المحامي، حيث بالرجوع إلى قرارات محكمة النقد والمجلس الأعلى سابقا نراه في بعض الأحيان أنه يذلل صعوبة يقوم بها المحامي حيث يخطئ أثناء تقديم مقاله الافتتاحي وكيدلنا هذه الصعوبة، ولكن استقرت محكمة النقد مؤخرا على أنه المحكمة تبت وفق الطلب طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فهنا هل ستكون هناك بعض المرونة أم لا؟ شكرا جزيلا لكل المتدخلين الذين أثروا النقاش صراحة.